طيب دلوقتي الوقت هنا بيأذنوا قبل الشروق بساعة واحدة وبيصلوا قبل الشروق بنص ساعة. فالإخوة يعني بيبدأوا في الأذكار قبل صلاة الفجر، فهل يجوز؟ لا يعني هل الخيط الأبيض من الخيط الأسود متى يتبين؟ يعني العبرة بالخيط الأبيض من الخيط الأسود. هم هنا يتبعون المذهب الحنفية. مالي بمذهب حنفي ولا مذهب شافعي الآن؟ أنا أسألك الآن وقت الفجر يدخل بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا كلام الله. فإذا تبين دخل وقت الفجر وجازت الصلاة وامتنعنا عن الصيام، ما تبين ننتظر إلى أن يتبين. أذكار الصباح والمساء أنا أكمل الكلام، هب أنهم يؤخرون الصلاة بعد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الأولى أن تقال الأذكار بعد الصلاة. إن قالها قائل بعد تبين الخيط الأبيض لكن قبل الصلاة له وجه، لكن الأفضل بعد الصلاة. شكرا لك.